من الأشياء اللي يعني الناس ربما كتب اليوم هي بسيطة وتافهة، ولكن بالنسبة للفنان كتبة مهمة بزاف، لأن بعض النماذج اللي هي تقليدية اللي كتحمل رموز وعلامات. حنا عندنا هنا في الدير رابوز، رابوز ديال فاس، هذا من الروابز القدام ديال فاس. يمكن حاول نخدم هذا الرابوز هذا. عندي بعض النماذج هنا بحال الكحلة ديال الكحل اللي هي من الركشية، فيها تاهي رموز كتحمل مجموعة من الرموز، وهذه مابقاش تيستعمل بزاف من بعض النماذج اللي هي تاهي قربت من القرض. عندي من مراكش عندي واحد نموذج آخر اللي مخدوم بالعظم ومخدوم بالمعدن. إذا أنا كنحاول اللوحة ديالي نركبها مجموعة من الأشياء اللي هي مأخوذة من مناطق المغرب الشمال، كبها في واحد التركيبة تكون منسجمة وتركيبة تكون متوازنة. كما قلت كاين هنايا فاس وكاين مراكش كاين، ونشوف نماذج كاين خمية تاهي، هذه خمية ومن التغيير غنشوف كيفاش غادي تحاول ركب. وحتى عمليه التلصيق تكون هي تلصيق هي بطريقه كتكون طريقه بلديه طريقه تقليديه. يعني كنحاول هذه اللوحه ديالي دائما كتجمع ما بين مناطق في المغرب وتكون طريقه تقليديه وتكون كتجمع بين الشمال والجنوب الشرق والغرب في المغرب كامل. الفن هو نوع تقليدي في نفس الوقت هو فن معاصر. هذه صباغه دابا انا محضرها، اللون ديالها احمر، هذه كتسمى الفوة. الفوة هي دايره بحال 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 الشعر، وكتطبخ في الماء السخون، خصو يكون الماء سخون مغلي مع صفر البيض مع ويل ديال اللون الاحمر. ملاحظه ان اللوحه كيطغى عليها اللون الاحمر، اللون السائد فيها هو اللون الاحمر. كاين هذا هو لوني قاتم، هذا قشر القرقاع، قشر القرقاع هو اللي كنستعمل. قاتم هذا قشر القرقاع، قشر القرقاع هما اللي كنستعمل. زعفران في نفس التحضير حتى هو تنزيل السخون مسخون مقطر